مشاركة جميع كليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية انطلقت مسابقات ملتقى إبداع الخامس اللي بتشتمل على العديد من المجالات العلمية، أبرزها مجال تكنولوجيا التعليم وإنتاج الأفلام الوثائقية والبرمجة التعليمية، بالإضافة إلى غيرها من الفروع والمجالات. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر معانا على التليفون الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية جامعة بنها. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم بحضراتكم. اهلا وسهلا. بدايه كده وضح لنا ايه اللي بتشمل عليه مجالات مسابقه ملتقى ابداع بمشاركه جميع كليات التربيه النوعيه على مستوى الجامعات المصريه. الحقيقه احنا خدنا التجربه دي، وتجربه الحقيقه فريده من نوعها، بنستقبل فيها تقدر تقول كده الموهوبون يلتقون. امبارح وانا بمر على مجموعه الطلاب حوالي 400 طالب تقريبا، وقاعدين طبعا الجامعه جامعه بنها موفره كل الامكانات واللي بتساعدهم على هذا الابداع، وقاعدين بيشتغلوا ويبدعوا. طبعا في الصوره انتم شايفين الاستاذ الدكتور ناصر الجزاوي رئيس الجامعه ووكيله الكليه اللي هي الدينامو للملتقى دكتوره غاده شاكر وزملائي طبعا، ودول الطلبه طبعا وابداعاتهم. الدكتور ناصر كان مبهور امبارح بالابداع لدرجه انه اتصل بيا اخر النهار قال لي يا دكتور محمد الانتاج الطلابي ده لازم نعمله متحف، يعني هنحطه في حاجه هايله. هنعمله زي حافظه اكريليك كده ونعمل نواه متحف في جامعه بنها ان شاء الله، بدايه من هذا الانتاج الابداعي الرائع اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم. عظيم. طبعا الطلبه دول يعني استضافتهم مش مساله سهله، يعني ان بتضيف من اكتر من محافظه من جميع المحافظات تقريبا، وبتستضيفهم طبعا في المدن الجامعيه وفي عمداء وكلاء ومشرفين ومدربين. احنا عندنا دار ضيافه وعندنا فندق وعندنا استراحه وعندنا الاماكن لتسعه هذا العدد. طبعا اقامه كامله، لكن بنوفر لهم بقى المكان والمساحة اللي يشتغلوا فيها ويبدعوا فيها بشكل إيجابي. طبعا النحت، انت لو شفتوا المنحوتات اللي طالعة من إيديهم يعني حاجة إبداع حقيقي. الخزف، الخزفيات اللي طالعة شيء إبداع. طبعا احنا هندخلها محرقة بعد كده إن شاء الله بعد ما تخلص التحكيم، بحيث انها تبقى صلبه يعني وتبقى قابله للحفظ عليها بشكل جيد، بحيث نحطها في المتحف بعد كده. طبعا عندنا ده التربيه الفنيه، انا بتكلم لسه على التربيه الفنيه. عندنا لسه التصميم طبعا انتوا شفتوا بعض اللوحات التصميميه للطلاب. عندنا كمان الرسم، عندنا التصوير، ده في التربيه الفنيه. الموسيقى بقى حدث ولا حرج. جميل. حقيقي. سواء عايز اقول لحضرتك يعني العنوان مهم جدا، فكره الموهوبون يجتمعون ويلتقون، واحنا هنا امام منصه، لو يعني حضرتك تقول لنا لتقديم وجوه ابداعيه في كافه المجالات، في الموسيقى والنحت والرسم وغيره، الى اي مدى احنا ممكن نستثمر ملتقى الابداع ده في تقديم وجوه فنيه ومبدعه جديده واصوات جديده؟ كل اللي موجودين في بنها دلوقتي فنانين. انا عايز اقول لحضرتك كده، كل طالب موجود في جامعه بنها دلوقتي فنان ومبدع. جميل. الانتاج اللي طلعه ده مش انتاج طالب عادي، لا ده طالب، دي خلاصه الجامعات. ولذلك انا لما قلت شايف الابداع النحتي اللي طالع ده، ولذلك انا لما قلت المبدعون يلتقون انا محق في كلامي. صحيح. يعني حضرتك في افلام وفي صور تانية بتعبر عن هؤلاء الطلبه الحقيقه المبدعون، انا فرحان بيهم وسعيد بيهم. مصر ولاده. طبعا. مصر ولاده مليانه خير، فيها ابداع من كل المجالات، مش بس الابداعات الفنيه او الموسيقيه او الفن والتصوير و الى اخره، لا لا لا، مصر فيها كل حاجه. فالحقيقه المجال الموسيقي حدث ولا حرج بقى، سواء فردي او عزف او كورال او حاجه، يعني ابداع ما بعده ابداع. اصوات في منتهى الجمال، اداء رائع وراقي جدا.
ندخل بقى على الاقتصاد المنزلي، الكروشيه والابداعات والمعلقات اللي الولاد عملوها. كمان عندنا في الاقتصاد المنزلي تصميم الملابس. حضرتك لو شفت تصميم الازياء خرافه، يعني عاملين تصميم لفساتين سهره وخروج وحاجه يعني ابداعيه بشكل جمالي، وموظفين البيئه مع التصاميم المختلفه. الحقيقه لولا دعم اداره الجامعه، الاستاذ الدكتور ناصر الجزاوي رئيس الجامعه، والاستاذ الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، ما كان الملتقى ده ينجح بهذا الاداء الراقي رفيع المستوى. مستنيين ان شاء الله سنويا ان يكون الملتقى ده موجود، ومستنيين كمان ان احنا نشوف السنه دي معانا 400 مبدع على حد قول الدكتور محمد ابراهيم. مستنيين السنه الجايه ان شاء الله يكون العدد اكبر واكبر. دكتور عميد كليه التربيه النوعيه جامعه بنها الدكتور محمد ابراهيم، شكرا لوجودك معانا، اهلا وسهلا بك.